لحد الآن. هاي طبعا شيء أرجو أن تقدر، مو في إرادة أو إدارة الوزارة، هذه ظرف عالمي إحنا ما نقدر عليه. دور الوزارة مهم، وأنا أكد لك أن إحنا نمارسه كل يوم، أن إحنا نتأكد أن ما في غش تجاري، ما في تواطؤ، ما في تلاعب. وهذه يمكن الوزارة على مدى السنوات الماضية أثبتت على أرض الواقع، يعني سكرنا محلات اللي كانوا يتلاعبون بالأسعار، سكرنا محلات اللي يحط سعر على الشلف شيء وفي يحاسبك في الفاتورة بشيء ثاني، حتى بما فيها بعض المطاعم اللي كان يحط في قائمة الطعام سعر الوجبة شيء وحسبها شيء ثاني. هذه شيء مستمر وما له علاقة بالكورونا ولا له علاقة بالتضخم، هذه عمل يومي نقوم به، وأكد لك أنه راح نستمر فيه حتى لرجعت الحياة إلى طبيعتها ونزلت أسعار الشحن وكله. الشق الثاني اللي احنا نقوم فيه هو موضوع التواطؤ في الأسعار. إذا صارت مجموعة واحتكروا سلعة وقرروا أن يرفعون السعر بدون مبرر، هني الوزارة تتدخل. الأمور الثانية الله يسلمك، أن هو كصاحب منشأة أو مطعم أو بقالة أو هاي، بكم يبيع وكم السعر، هذه أمور تترك للسوق، للعرض والطلب، والزبون عنده كل الأريحية والخيار أنه إذا ما عجبه حجم الوجبة في ذي المكان أو سعر الوجبة في المكان ينتقل إلى مكان ثاني. هذه يمكن يتراوالي إذا نتكلم عن حقوق المستهلك، هي من أقوى أسلحة المستهلك نفسه أمام المزودين، إنه هو اللي قرر وين يصرف فلوسه وعند من يشتري وثقته وين في أي محل أو أي مطعم أو أي منشأة يتعامل معها.